بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، تتواصل انطلاقات اليوم الأخير بالنسبة للسباق المحلي السادس. هذه الفترة المسائية وهذه أشواطنا المفتوحة وهذه المشاركات اليوم أسماء استمتعنا معكم بوجودها كما استمتعنا في مساء يوم الأمس. يا سلام، اليوم الحيل التي تشارك، التي عرفناها من خلال إنجازاتها الماضية، عرفناها من خلال فوزها بالأشواط الرئيسية والرموز، حضرت اليوم للاستعداد ولخوض هذا الموسم. الله يوفقها، نقول الله يوفقها، الله يوفقها. على كل حال، ينطلق شوطنا الحادي عشر على بركة الله، ونبدأ في هذه اللحظة مع المراكز الخمسة الأولى، مع المقدمة ومع الصدارة. اللي في المركز الأول وفي صدارة ومقدمة هذا الشوط، المركز الأول سلابة تحتل المركز الأول، شعار هجن الشحانية يضمرها سالم بن فاران المري. المركز الثاني، هذه مرموقة تحتل المركز الثاني لهجن الشحانية مع المضمر العملاق سلطان الوهيبي. المركز الثالث، هذه اللي تحتل المركز الثالث على ثالث المراكز، الذيبة لهجن الشحانية عن سالم بن فاران المري. والمركز الرابع، هذه عند سلطان الوهيبي، رقمها 8، بنتعرف عليها، بيعرفنا عليها سلطان اللي تحمل الرقم 8، هذه المحتلة للمركز الثالث بشعار هجن الشحانية عند سلطان الوهيبي. المركز الرابع، تتواجد مناورة على المركز الرابع، على المركز الرابع لهجن الشحانية عن سلطان الوهيبي. المركز الخامس، في خامس المراكز، الذيبة تحتل المركز الخامس مع هذا التقدم لهجن الشحانية عند السيد سالم بن فاران المري، هذه اللي رقمها 2. عموما المراكز الخمسة الأولى أخواني المتابعين، المراكز الخمسة الأولى المندفعة والمنطلقة في هذا المساء في شوط ما قبل الختام. انتهى السباق المحلي السادس، انتهى السباق المحلي السادس اخواني المتابعين. اليوم 8 كيلومترات، وهذه الاسماء يا سلام، شاهدنا متعة في هذا اليوم ويوم الامس في هذه الرياضة العربية الاصيلة. الجزيرة حضرت في مساء الامس، امتعت جمهورها، تواصلت، فازت بالشوط الأول، حققت ناموس في مساء الأمس. اليوم حضرت أسماء أيضا كبيرة، حضرت الداودية صاحبة الكأس المفتوح في دبي العام الماضي، حققت الذهب مع الذهبي سالم بن فاران، قدمها اليوم أبو جابر، يقدمها استعداد، استعداد إن شاء الله للموسم الجديد يا أبو جابر. الموسم الجديد إن شاء الله يبشر بالخير، يبشرنا بالخير إن شاء الله. أيضا حضرت شراعه، اسم غني عن التعريف، حضرت الأسماء، حضر لفان، أسماء كبيرة أخواني في هذا اليوم، حضرت مشاركة ومستعدة إن شاء الله لهذا الموسم، نتمنى لها التوفيق. أعود لمجريات الشوط، أعود إلى مجريات الشوط وإلى المركز الأول والصدارة. هذه رقمها 7، مرموقة على المركز الأول لهجن الشحانية عن سلطان الوهيبي. المركز الثاني، سلابة على المركز الثاني، على المركز الثاني سلابة بشعار هجن الشحانية، وهذا هو المضمر الذهبي سالم بن فاران المري، يقدمها المركز الثالث
الغارية رقمها 8 انطلقت بالمركز الثالث لهجن الشحانية عند سلطان الوهيبي، رابعا تحتل مناورة لهجن الشحانية عند سلطان الوهيبي، والمركز الخامس الذيبة، على خامس المراكز بشعار هجن الشحانية يضمرها ويتابعها الذهبي سالم بن فران المري. أيها الإخوة المتابعون، هذه الأسماء الكبيرة المنطلقة والمندفعة اليوم. اليوم يوم الكبار، ويوم المتعة ويوم الثمانية كيلومترات. أول سباق في هذا الموسم من مسافة الثمانية كيلومترات هو السباق المحلي السادس. بداية الاستعداد، تخطيط، ترتيب هنا عندنا في ميدان الشحانية. تقوم اللجنة المنظمة بترتيب وإعداد جدول تخطيطي لتجهيز هذه الهجن السبق لخوض الختام. المقصد هو الختام، المقصد هو الذهب، المقصد نبغي الذهب، مع تواجد هذا الشعار العملاق، شعار هجن الشحانية في هذا الانطلاق وفي هذا في هذه المتعة التي تقدم هذه السبق المشاركات. عودة إلى المركز الأول، تجمع ستة أسماء وخمسة أسماء في موقع واحد، شعار هجن الشحانية في صدارة الشوط. هذه الغارية على المركز الأول، سلابة ثانيا، ثالثا مناورة، ورابعا الذيبة، وخامسا مرموقة. هذه المراكز الخمسة الأولى المنطلقة والمندفعة، شعار هجن الشحانية، اختلاف المضمرين، يا سلام يا سلام يا سلام. هذه الأسماء المشاركة. الجو اليوم لطيف، الجو اليوم ممتاز، رياضي، بنقول له جو رياضي اليوم، على الهواء مباشرة. يتابعون أبناء الخليج، يتابعون هذا الانطلاق في هذا المساء المميز وحضور الأسماء المميزة. بنشوف أفضل توقيت عند علي أبو شارب المخرج اليوم، بيعطينا أفضل توقيت عندنا. زعفرانة هي أفضل توقيت عندها، صاحبة الشوط الأول يا علي، زعفرانة الفائزة بالشوط الرئيسي الأول حققت توقيت زمني وقدره 12 دقيقة 44 ثانية 13 جزءا من الثانية. شعار هجن الشحانية قادها سلطان الوهيبي، وها هي على شاشة قناة الريان في هذا هذه اللحظة تعلن على الهواء مباشرة لكل المتابعين. تابعوا هذا الاسم وراقبوه جيدا يا مضمرين، راقبوا هذا الاسم جيدا، هذا بيصير اسم صعب، في سن الحيل، نتمنى التوفيق لها ولإخوانها في العزمة. عموما إلى مجريات الشوط، شوفوا هذا المنظر، أربعة في موقع واحد، أربعة في موقع واحد تصدرت، انطلقت في هذه اللحظة وهاجة، تدخلت، عبرت إلى المركز الأول، ونحن في المنعطف ما قبل الأخير، يعني تجاوزنا لوحة ثلاثة، نقترب من لوحة الكيلو وين عن خط النهاية. وهاجة احتلت المركز الأول، يحركها الوهيبي، يبغي له ناموس جديد الوهيبي اليوم مع هذا التقدم، مع وهاجة. وهذه الغارية وانطلاق أيضا مناورة وتقدمها، ومن الجانب الآخر تتحرك، هذه اللي عند سالم بن فران، من الجانب الآخر. رقمها محجوب عندي شوي، بشوفها تدخلت إلى المركز الثاني. سلابة أخواني أعرفها، سلابة، هذه سلابة المتقدمة المنطلقة، وتحركت مرموقة على المركز الرابع، وانطلق اسم جديد أخواني، تابعوه، من الجانب الآخر، شكلها جميل ينطلق. هذه عند محمد بن خالد، العطية المتقدمة، وهي ليالي، يا ليالي الأنس يا أبو خالد، تقدمت ليالي، انطلقت في هذه اللحظة. لكن في هذا الشوط سالم بن فران يقدم اسمين صعبين، في هذا الشوط المميز. يا سلام،
إذن على كل حال هجن الشيحانية تتألق هذه السباق اليوم مع هذا الشعار، شعار الإمبراطورية الكبيرة، شعار الشيحانية الذي يحظى بالسباق المعروفات، راعيات الرموز، راعيات الأشواط الرئيسية، وهذا الشعار يحظى بالرعاية التامة والخاصة من سمو سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. إنجازات متوالية لهذا الشعار، إنجازات متوالية حققها من خلال هذا الدعم اللامنقطع لهذه الرياضة العربية الأصيلة. الأصيلة يا سلام، الكوع الأخير إخواني، الكوع الأخير، هذه لوحة واحد أمامنا، أمامنا يا سالم يا بن فرعون، أمامنا لوحة الكيلو متر الأخير، ونحن مع هذه اللحظة ننطلق. ويا سلام يا سلام، ستة أسماء، ستة أسماء في موقع واحد، يا مضمرين يا مضمرين، شوط ما قبل الختام. تحركت وهاجة، انطلقت وهاجة، انطلقت في هذه اللحظة الغارية، تحركت سلابة سلابة سلابة، وهذه ليالي من الجانب الآخر، ووصول مرموقة أيضا، أسماء أسماء عملاقة، أسماء عملاقة. راحت لوحة الكيلو متر الأخير يا الكريبي، دخلناها افتتحناها، حلقت سلابة، حلقت سلابة، انطلقت. قلت لكم سالم بن فران يتدخل في هذا الكيلو ويستعد بجابر لهذا الموسم، عنده استعداد مميز سالم بن فران مع هذا التقدم، ولكن مرموقة قادمة قادمة قادمة، وتحركت الذيبة 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 الذيبة، ديروا بالكم من الذيبة، وهذه مرموقة والذيبة ومرموقة وسلابة والذيبة والذيبة ومرموقة. يا سلام، اللحظات الأخيرة في هذا الشوط الذي أمتعنا كثيرا، أمتعنا كثيرا، أمتعنا سالم بن فران، أمتعنا الوهيبي، أمتعنا محمد بن خالد. يا سلام، سلابة قادمة وانطلقت مرموقة. أنا برشح مرموقة أخواني، برشح مرموقة الحين، الحين برشحها، بقول ترشيحي على مرموقة. يا سلام، مرموقة في هذه اللحظة يتفوز، ويفوز ترشيحي، يفوز ترشيحي بهذا الشوط. تهانينا تهانينا أولا لهجن الشحانية على فوز مرموقة في هذا الشوط، تهنئة للمضمر العملاق سلطان الوهيبي، وأيضا اللي رشحها مطلق العنزي، تهانينا وناموس. المركز الثاني وهاجة، والمركز الثالث سلابة، والمركز الرابع الذيبة، والمركز الخامس تصل الغارية الهجن الشحانية. كل هالأسماء عند هجن الشحانية، تهانينا وناموس على هذا الإبداع. متعة متعة وإثارة مع هذا المساء الرياضي المميز الذي أمتعنا حقيقة بتواجد الأسماء الكبيرة في هذا اليوم. تهانينا والناموس لمن يتابع ويضمر مرموقة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي الذي قادها إلى خط النهاية في هذا الشوط. تهانينا والناموس. توقيتها زمني 13 دقيقة 5 ثواني 95 جزء من الثانية، التوقيت اللي سجل معها. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، وهذه بالمركز الثاني 13 دقيقة و7 ثواني 51 جزء من الثانية، التوقيت اللي سجل مع صاحبة المركز الثاني وهاجة الهجن الشحانية، وهذه سلابة احتلت المركز الثالث. الثنتين المركز الأول والثاني عند سلطان الوهيبي، المركز الثالث هذه عند سالم بن فران، احتلت المركز الثالث 13 دقيقة 8 ثواني 3 أجزاء من الثانية، التوقيت اللي سجل مع صاحبة المركز الثالث سلابة الهجن الشحانية. تهانينا والناموس إخوان المتابعين.